بن مرياح على الشلي. طن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحبة. حارة. اوبا ده جامدة يا عم. نايس. ممتازة. بنينا. رائعة. حلوة بس حارة والله، بس عادها قوية. طب ميسي يا لو. عسل. الله حارة. حارة. تحب تزيد زيد. هذه تفيد حتى على شان الجو. نفس النوبة استخدمه.
مرحبا يعطيك الصحة فاطمة لا فيولونيست، كل عام وهي محفلتها بحضنا في الويكاند. دونك فاطمة اليوم مرحبا بك، كل عام حي بخير. صح، كل عام حي بخير، كيف ليك وكيف المشاهدين؟ دونك فاطمة يعيشك. دونك فاطمة للناس اللي تحب فاطمة عرفتك الباهي، دونك الناس تحب تجي بحذاها انت وتحفلها السهرات نتاعها، كيفاش نجم نتصلوا بكم؟ دونك فاطمة لا فيولونيست بور تو تيب ديفينمون، مرحبا بكم، فينو كونتاكتي على الباج فيسبوك والا الانستغرام فاطمة لا فيولونيست. يعطيك الصحة فاطمة لا فيولونيست. احنا بقيت باش نمشيو بحذا شيف سامي، ما فهمتش علاش جاي اليوم. احنا اليوم نورمالمون سامي نسخنوا اللي طيب ناهر نسخنوا بطبيعة من لوحوش، اما ما ينساش تنهز انا الطنجرة نتاعي ونمشي. تمشي على روحك؟ لا بربي لا، خليك بحذانا سامي، خلينا من بعد نشوفوا لي غوسيت نتاع سامي. بالنسبة اليوم نهار 1 جانفي 2023، ان شاء الله يا ربي بالخير والبركة للناس الكل. اما قبل خلينا نشوف سبوت الخاصة لسيكام اللي اكتسحت أسواق الشرق الأوسط، شوفوا ونرجع. سيكام حارة اوبا ده جامدة يا عم، نايس ممتازة بنينة رائعة حلو بس حارة والله، بس هذا قوية. طب ميسي يا عسل الله حارة تحب تزيد زيد هذه تفيد حتى على شان الجو نفس النوبة استخدمه. ثانك يو شعب الهريسه يكدح نار وحفلها الليل مع نهار. دونك اللي يقول هريسه يقول هريسه سيكام المحرحره التونسيه. برافو سيكام اللي اكتسحت الاسواق الشرق الاوسط واللي مشرفتنا محليا وعالميا. هكا ولا شيف؟ ايه فاطمه بالحق حاجه معناتها كاليتي اللي تهنينا كما قلنا في تونس والبرة، وان شاء الله نشوفوها ديما في العالميه. انا باش نبدا بها دونك الريسيت نتاعي اليوم اللي هي المقرونه اللي باش نعملوها باناشي كيما البايله، فيها شويه دجاج شويه لحم وشويه سيبيا، نجمو حتى اللي يقعدوا القضيه نتاع راس العام نجمو نعملوها. دونك باش نبداو، خليني انا تبدا على روحك ونمشي بحدا ضيفتي اللي بعد شويه باش نكتشفوهم ايش كنا. خليك سامي. اوكي دونك باش نبداو بالليتاب الاولانيه كالعاده، دوب باش ناخذوا شويه من طماطم دوبل كونسونتري، معها هي شوية بصل، أنا رابيتو البصل، وبالطبيعة شوية ثوم، وتوا باش نحط اللحم نتاعي كيما قلت والدجاج، وشوية سيبيا اليوم الكل. باش نخليهم مع بعضهم بالطبيعة، باش نزيدهم التوزيزة نتاع السيكام الكل باش يتخليو مع بعضهم لين يصيبوا الجو نتاعهم. نخلي شوية في الغاز بالطبيعة، ما ننساش الفاح، شوية ملح وفلفل أكحل وشوية تابل، نجمو راه نزيدو زادا شوية كركم كان تحبو. هذوما الكل باش نخليهم يتقليو، وباش نزيد عليهم بالطبيعة شوية ماء من الأول باش الثوم نتاعي والبصل ما يتحرقش، ومن بعد نكمل نمرق في عقلي. دونك هذوما باش نخليهم يتيبو في عقلهم، بعد باش نرجعو بالطبيعة لبقية لي روسيت نتاعنا. صحة شيف، وانا خليني بقيت باش نرحب بضيفاتي المنورات بلاتو برنامج الويكاند. دونك نبدا مدام نسرين الطرابلسي الخبيره في الارقام. كل عام حي بخير يا لله. كل عام وانت بالف الف الف خير. يعيشك. الوغ اليوم باش نحكيو بيان سور، احنا اليوم اول نهار في العام الجديد، باهي انه كل واحد يعرف العام نتاعو شنو فيه. اي دونك كل حد بالدات دو نيسونس نتاعو. فوالا بالاسم ولقب ودات دو نيسونس، سورتو دات دو نيسونس.
اي دونك خلينا نستناو الورقه والستيلو وتابعوا نسرين بعد شويه. راح مدام رفقه المولية اللي هي الدكتوره في المواد الغذائيه. مرحبا بك مدام. على السلامه. مرحبا الناس الكل، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله هالعام جديد مبروك علينا الناس الكل. يعيشك. اليوم باش نحكيو؟ اليوم باش نحكيو على اواني الطهي، معناها الطناجر والمقله والحاجات اللي ندخلوهم في الفور، شنو ما اللي يخليو لنا الماكله صحيه وكيفاش نستحفظوا عليهم زاده. حاجة ممتازة، سورتو اليوم عندنا برشا معون في ظل، تحسوا من البارح للي ما حصلش اليوم باش يعرف القيمة، اللي ما عندهاش قيمة يطيشها من توا كعبي. نرحبوا زادة مدام هدى بن عثمان اللي هي أخصائية في التغذية. مرحبا بك مدام. عايشك، كل عام تحي بخير. كل عام حي بخير. عايشك. دونك أنا اليوم جيت مع لابوغاتوار كوالفي باش نحكيو كيفاش نجموا نزيدوا في الميزان. هي خلاف الماكلة نتاع البارح باقي فما سكر. فما عندنا مشكلة، الناس عندها تعاني من الضعف، دونك باش نعاونوهم وباش نحكيو أكثر بالتفاصيل على المكمل الغذائي هذا. يعطيك الصحة مدام. رحمة مدام هيفا الوسلاتي اللي هي كوتش. مرحبا بك مدام. إي عايشك، على السلامة فاتومة، كل عام وأنتم حيين بخير. كل عام حي بخير. دونك اليوم باش نحكيو على الإنرجي اللي باش ندخلوا بها في العام الجديد في أول النهار، وكيفاش نجموا نحققوا الأوبجيكتيف نتاعنا بأسهل الطرق. هي مهما كان الهدف، مهما كان الهدف نتاعك، مهما كان الهدف اليوم المركيوه مع اليوم المركيوه. نبداو معاك انت مدام رفقه، بيسكو كما قلت انا برشا استعملنا البارح معون، فما شكون اللي خلط غسل المعون البارح وفما اللي ليه، دونك خلينا نفرزوا معاهم بعضنا، نقصوا عليهم شويه اللي ماهوش باهي يطيشوا من توا كما غير ما يغسلوا. الوغ نعطيك الكلمه مدام. فوالا لا دونك اليوم باش نحكيو على حاجه مهمه برشا، معناها ساعات انت طيب ماكله تحسها هيك الماكله هذيك الطعمه نتاعها مبدله، تحسها ماهيش بنينه، تحس عندك برشا مشاكل ماكش عارف من شنو، وهما هالمشاكل هذوما كل ينجموا يكونوا من الحاجات اللي انت قاعد تطيب فيهم، كسو سوا على الغاز والا في الفور زاده. وبرشا سالوني اليوم باش نجاوبهم على السيليكون سيغتو اللي يستعملوه ويدخلوه للفور، شنو هالسيليكون وكيفاش يختاروه. دونك في الكوجينه عندنا برشا حاجات اللي هي اواني نجموا مصنوعه برشا مواد نجموا نستعملوها. اللي هي شنو ما؟ دونك عندنا الالومنيوم، عندنا الفخار، عندنا النحاس الكويفر، عندنا لينوكس، عندنا لا تيركويت دونك السيراميك، عندنا الالومنيوم، وعندنا البيريكس، وعندنا السيليكون. هذوما الحاجات الكل، دونك انت كي باش تمشي للمارشي باش تشري حاجه باش تطيب فيها، دونك باش تتسائل زعما هذايا باش تحافظ لي على صحه الماكله اللي انا نطيب فيها، زعما نجم نخزن فيها، زعما كيفاش ننظفها، هذوما الكل فوالا قداش الدو. دونك هذوما الكل باش ان شاء الله باش نحاول نجاوبهم عليهم اليوم. دونك هما فطومه ما نعرفش تحبني نبدا لك بالاواني الباهيه ولا بالخايبه، هو راهو فمش فوالا هو ما فماش باهي وخايب، هو فما حسن استعمال، هو صحيح. فما طريقه استعمال، معناها نبداو فما توب 3، دونك ثلاثه الاواني اللي هما ننصحوا بهم باش نستعملوهم وسون دي ماتيغ انيرت، معناها ما يخرجوا لنا سموم في الماكله نتاعنا، اللي هما لا فونت، الفون تعرفوا الناس الكل اللي نهزوها نحسوها رزينه ياسر، الطناجر نتاعنا نتاع قبل اللي تبدا كحله ياسر ورزينه ياسر، هذيك يا سيدي هي التوب نتاع اللي تحافظ لنا على القيمه الغذائيه وعلى سلامه الغذاء. علاش؟ على خاطر ما يخرجوا منها حتى سموم. باهي، سوف كو الفونت هذيك كي نشريوها يلزمنا من الاول ما تستعملهاش دوبا تشريها، دونك يلزمك من الاول تاخذ قشور نتاع بطاطا تغلي فيهم الماء فيها هي، بعد تلوح هكا الماء المغلي هذاك وتسخن فيها شويه زيت، اونسويت تمسحها بشويه زيت، تنشفها بالكدا بيان سور وتمسحها بشويه زيت وتخبيها. دونك هذيك الطريقه باش تخبيها كانك انت عملت لها كوش بروتكتريس انتي اديزيف، معناها باش ما تخليهاش تتاكسد، وفيغ يا ميزور كان هي صددت لك انت بشويه هاك الملح الكبير باش تنظفها، نحيك السديد هذاك كالعاده كوتون ام بي بي بزيت زيتونه تمسحها وتخبيها هكاك تدوم لك برشا، وهذيك اكثر حاجه صحيه. به الفونت اللي ما عندوش الفونت دوزيام في لي مايور كلاسي هي لينوكس، ومش نامبورت كيل اينوكس، سي لينوكس 1820. شو معناها 1820؟ 1820 هو البورسنتاج الكميه نتاع الكروم ونيكيل، معناه يلزم يكون فيه البورسنتاج نتاع النيكيل 18%، كي يكون فيه البورسنتاج هذاك نتاع النيكيل 1810 اللي هو اينوكس 1810، هو معناها لينوكس هذاك يحمي لنا الماكله نتاعنا، معناها مش باش يعمل حتى تفاعلات مع الماكله نتاعنا، ديجا نسميوها اينوكس اسي اينوكسيدابل، معناها غير قابل للاكسده، ماهوش باش يتاكسد. اما الحاجه الوحيده اللي نوكس ما نخبيوش فيه الماكله اللي طيبناها، نطيبوا فيه وبعد نخبيوا الماكله نتاعنا، وكالعاده كي نطيبوه من غير غيور ما نخربشوش، نحركوا ديما بسباتول لوح. هذا دوزيام. دونك تخوازيام شنو عندنا؟ في تخوازيام عندنا البيريكس وعندنا زاده الفخار. الفخار اكونديسيون كو يبدا نون فيرنيزي.
اكل يبدا ملون ياسر من برا وفخار مطلي، هذاك رانا نبعدوا عليه. تو سكي كوش دو تانتور لبرا نبعدوا عليه، ناخذوا هكاك فخار عادي ونحنا نغطسوه ليله في الماء بيتو باش يشرب كاريمون، وبعد بشويه زيت زاده، وبعد نجموا نستعملوه وراهو صحي برشا ويحافظ لنا على رطوبه الماكله، بالعكس ما تبخرش برشا ما تشحلناش برشا، كسوا في الفور والا فوق الفوق. كل عادة البيغيكس انا زاد البلار ننصح بيه. البلار شنو مشكلته؟ سي كو يشد برشا وقت في الفور، ما يسخنش في ساعه نون كونديكتيبل معناها، دونك باش يفقدوا برشا من الكميه من القيمه الغذائيه نتاع الماكله نتاعنا باش تقعد برشا في الفور. دونك هذا الانكونفينيون الوحيد نتاع البلار، سينو ما يفرزش حاجات سامه. دونك توا فتنا هالثلاثه اللي مايو في الاخرين. فما في الخايب، في الخايب احنا كي نعرفوا كيفاش نستعملوه ما عادش يولي خايب. اللي هما نبداو بالنحاس، برشا يقولون نحاس نحاس به، اما النحاس يلزمو ديما يتقصدر، اوموا كل عامين ثلاث سنين يتقصدر النحاس هذاك، خاطر راهو كي ما يتقصدرش فما لاكوش بروتكتريس اللي ما تخليش الكويفر يتعدى لنا الماكله نتاعنا تتنحى بالوقت. دونك احنا يلزمنا نستحفظوا عليها. وكل فيغغري كالخضوريه راهي سامه وسامه جدا، كي سوسوا في المهريس ولا فيهم هما، هذاك يلزمو يتنظف ويتقصدر وتتنحى كالخضوريه هذيك، وينصحوا به برشا للمعجون. المعجون الكل ينصحوا بالنحاس كان باش طيب في المعجون. لينوكس ينصحوا به برشا للبلا ميجوتي كيما الشربه كيما السوب كيما لي صوص كيما لي ليغوم. وباغ كونتخ لا فونت اللي هي الفيغ الحديد، هذاك ينصحوا به برشا للحم لي كريب لي غاليت. دونك هذوما بالنسبه للماكله كل حاجه والاستعمال نتاعها فوالا. دونك بعد الكويفر نجيو للالومنيوم، راهو كل ما حديد زانك الومنيوم راهو باش يتعداو للماكله، كلهم باش يتعداو للماكله كي يبداو ماهمش مغلفين. الحديد الحديد ينصحوا به العباد اللي عندهم مشكله والحديد طالع في دمهم ما ياكلوش في اواني حديديه، خاطر الحديد هذاك يتعدى لهم في الماكله افكتيفمون. دونك كل عاده باش تعمل انت باش ما تخليش الحديد يتعدى، ما يلزمش تطلع برشا درجه الحراره نتاعك، وان بليس كو سا ديما تعمل لك الكوش نتاع الزيت بور بروتيجي، اي ما تخليش المكونات نتاع الاواني هذيك تتعدى للماكله. معناتها ديما تزيتها بعد ما تغسلها وتشيحها فوالا، تخيب تخبيها وهي مزيته. دونك الالومنيوم باغ كونتخ انا معناها كنعرف شويه حاجات في هذوما، ننصح العباد اللي عندهم الالومنيوم اللي مازالوا طيبوا فيه راهو يعمل برشا مواد سامه. هكا تناجر الالومنيوم تاعنا القدم هكا المقفول هكا الحاجات الكبار اللي طيبوا فيهم في العروسات برشا، راهو الالومنيوم بالدراسات اثبتت اللي هو من المصادر اللي تنجم تعمل لنا الالزايمر والباركنسون، تاثر برشا على السيستم نيرفو. الالومنيوم كو سوسوا البابي الومنيوم اللي نغطيو به الحاجات ندخل الفور راهو يخرج دي بارتيكول ما راهمش نحنا ويدخلوا وسط الماكله، والا طيب في الالومنيوم كسرونه طنجره مقله الومنيوم. دونك هذوكم الكل راهم ضارين برشا. دونك شنو الحل بالنسبه للالومنيوم توا؟ كان انت تحب تغطي حاجه البابي سلفيغيزي اكل كيغت هذاك كو سوسوا لو مارون، ماذا بينا المارون خاطر مارون نون تريتي هاكا فوالا، والا الابيض كيفاش نغطيو به هذاك؟ ما يصير له حتى شيء تغطي به، كانك تقوش عليك باش تغطي واحد حتى ماكله ولا لحمه تلفها ولا حوته تلفها في هذاك. بيه؟ انا نستعملوا برشا فاطمه ولي تريز افيكاس، بالعكس يل غارد لا تمبيراتور انترن كيما هي وما يعطيش جوع للماكله. فهمت؟ باهي هذا بالنسبه للالومنيوم. من بعد عندنا التيفال. التيفال هذا فما دي برشا دراسات اكدت اللي هو في 2020 التيفال ضار برشا وقت اللي يتخبش وقت اللي درجه الحراره تعلى برشا. تولي عاليه برشا، دونك ما يلويش برشا سخان، ما نفوتوش فيه 220 درجه، وكان تجرح ماذا بك تلوحوا تبدلوا. دونك والا كي تخلط او موا تحافظ تحاول تخلط بسباتيول لوح والا حاجه سيليكون. فهمت؟ هذا بالنسبه للتيفال. والتيفال حتى كنت تحب انت تشري تيفال تحب شويه الخاصيه نتاع انتي اديزيف، تنجم تختار لو تيفال سون بي اف او ا، يكتبوها هو سون بي اف او ا، دونك او موا سيف شويه ما ياثرناش شويه على الصحه نتاعنا خير من التيفال العادي. هذا بالنسبه للتيفال. شو قعدلنا؟ قعدلنا السيليكون، سيليكون ولي مور سيليكون، والعباد الكل تسال على مور سيليكون، نشري من نصب ما نشريش ما نشريش. السيليكون به في حاجتين تنجم انت تعرفه، فما الرخيص تنجم تطيب فيه اما ما يلزمكش تفوت درجه الحراره فيه 200 درجه. وكيفاش تعرفوا هكا؟ هو اول حاجه رخيص وكي تشدوا في يدك يسيب لا بودغ بلانش. دونك هذاك راهو نون بلاتيني، معناها ما فيهوش ماده البلاتينيوم تخليه ريزيستون، ينجم يتفكك لنا فوق ال 200 درجه. نستعملوه كان عندك كويسون 120 150 دوغري ما يسالش، اما سينون كان تحب تاخذ لو سيليكون الباهي دونك تشري اغلى شويه ويكون كما قلت انا ما يسيبش لا بودغ بلانش، اي افيك سا يلزمك تغسلو قبل ما تستعملو بالكدا.
وهالاواني اللي حكينا عليهم الكل ماذا بينا ما ندخلوهمش لللاف فيسيل ومش ما نغسلوهمش بايبونج اللي حرشه باش نحكوهم وكل. بالنسبه للسيليكون، سيليكون عندك السيني يبدا تريانجل فيه نيميرو 7 اي 3 ا ايفيتي 7 اي 3 ا ايفيتي فوالا. وزاد ماذا بينا يبدا سيليكون سان بي بي ا، سان بي بي ا اللي هو لو بيسفينول ا، سي كوم البلاستيك زاد لي بيبرون الصغار، سي لو بلاستيك اليمونتير اللي ما يضرش، نبداو نختاروه مكتوبه فيه سان بي بي ا. دونك هذاك ديما خير. وكيفاش نحفظوه هذا؟ ساعات يتخربشوا حتى هما ولا حاجه. فوالا، دونك بالنسبه للسيليكون راهو يفسد في ساعه، معناها دوزيام تخوازيام يوتيليزاسيون يلزمك تلوحوا، سيرتو كي ما شريتوش غالي برشا ماذا بيك تلوحوا، ويلزم يبدا مصوره فيه تصويره نتاع الفرقيته والسكينه، معناها ايوزاج اليمونتير ماهوش بلاستيك، معناها نجموا يستعملوها كي عادي. يعطيك الصحه، برافو، يعطيك الصحه مدام رفقه. نحب نعرف رايك مدام هدى في اللي كنت تحكي فيه، اسكو بالحق المراه التونسيه تستعنى وتختار وتقرا كما كنا تحكينا مدام رفقه، والا لا نشري ونطيب وفسد الطيش وكها؟ اي صحيح، هي المعلومات هذوما ياسر مهمين، اما المراه التونسيه في العاده تحاول هي باش تفهمهم، اما شويه الدنيا غاليه تقول لك انا على الاقل تخربيشها باش نطيشها، والا هذه اغلى، والا موش موجود ساعات، ولا تقول انت انا نشري كان اللي حاجتي بيه. لكن مهم باش تكونوا اكثر واعيين، خاطر البوان هذه تقول لك اعطيني منفعه لصحتي، اما النيجليج النقطه هذه ديما ديما العبيد يخزروا لك انا جوست باش نطيب فيه، لكن مش عارف اللي طريقة الطبخ بحد ذاتها مهمة واللي نطيبوا فيه مهم. دونك بالعكس مدام رفقة وضحت برشا دي ديتاي، يمكن ياسر انا ماذا بيا كان توصل للناس الكل حتى يبارتاجيوها السيكونس هذيا، خاطر معلومات عباد ما تعرفهاش، معناتها تو انا نسمعت بركة لمت كل شيء في موضوع دكتورة. واحد دكتورة ما تلمش بركة عليها. نسرين، أول مرة أنا نسمع، أنا ساعة في بالي نحاس أحسن حاجة، اليوم اكتشفت اللي لا مش صحيح، خاطر أنا ديما نشوفوا في التلف يعني في حتى قبل المرأة توصيك تزهز تزهز صحيح، ديما نقولوا نحاس أحسن حاجة، اليوم أنا اكتشفت حاجة جديدة، والله برافو عليك. هايفة عجبوني من المانيا، تجيب لنا من المانيا احكي لنا. انا بون عندي منهم الكل، راهو نستعمل فيهم ما شاء الله. ديجا ديار التونسيه الكل ابارامون عندنا فاريتي. انا عجبوني لي زاستيس هذوما نتاع الكرومير اللي كيفاش كل المره معناتها بالزيت والكل، دايوغ باش نعاود نتفرج نوتي باش نقيدهم الكل. سي بيان، ولا سي بيان، سي حاجه جديده. صحيح، يعطيكم الصحه. خلينا نمشيو لفقره ال جي مع نزار النايفر. مرحبا بكم في حلقه جديده واول حلقه من روبريك نزار نايفر باي ال جي لسنه 2023، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. باش نواصلوا في الجو بتاعنا كيما البارح بدينا بلي دي جي، اليوم باش نواصلوا في لي دانسور، ولي دانسور كيما لي دي جي البارح سيدي خويا انواع، والنوع الاول المزروب اللي عنده ما يعمل. والنوع الثاني من الدانسور، النوع اللي متفهموش ويحب يعمل ليلة كاملة. تفرجوا مع بعضنا. متفهموش، متقلق، ولا عامل جو، ولا يحب يمشي كل بلاصة. والنوع الثالث من الدانسور اللي فاهم مي مش حافظ. النوع الرابع اللي لا فاهم ولا حافظ. من زيت البركه يا حاج. النوع الخامس، النوع الخامس باش ناخذوا لهنا اكزوم بتاع سعد المجرد اللي يا ريتو بقى مشطح. فما كان تصويره تاع سعد المجرد طاحت تو دانكو كريتو في الفيديو هذيا. النوع السادس لي دونسور تاع قبل السهريه.
النوع السابع، النوع السابع من لي دونسور مش بعيد عن النوع السادس، النوع السابع اللي يحفلوها في اي سهرية تلقاهم. النوع اللي بعده الجماعة اللي يحفلوها من النوع التاسع، الجماعة اللي يحفلوها مش لازمهم سهرية، يوسفية يسمعوا غنيتهم ويحفلوها في أي بلاصة تكون. والنوع الاخير من لي دونسور جماعة اللي سبيسياليتي بتاعهم كرهبة، تفرجوا معنا. هذوما جماعة اللي مازمهمش يعطوا من كرهبتهم خاطر جوهم الكل في الكرهبة والدونس بتاعهم هكا عاملين كان هكا. وسون ترانزيسيون كالعادة نمشيو مع ال جي، وكيما كل مرة باش نحكيو على ال جي نستقبلوا بعضنا رحاب. مرحبا بيك رحاب. عسلامة نزار، مرحبا. اليوم باش كنا نحكيو على لافيسيل ال جي. يظهر لي كيما لي برودوي ال جي الكل فيها فونكسيوناليتي تاع سمارت ثانك يو. ثانك يو اي اللي هي لابليكاسيون اللي كيما قلنا قبل راهو يلسوفي نستاليوها على اي سمارت فون باش نوليو نتحكموا في لي برودوي ال جي نتاعنا كيما عندنا توا لافيسيل. لافيسيل تاعنا اللي باش نعملوا بها سويفي قداش كلات انا من كيلوات ولا للكونسوماسيون دو، نجموا نخدموها ا ديستانس لافيسيل. واهم حاجه يجيو بحذاك الضيوف ليله الريفيون تقعدش انت شويه تطل عليها تتبعها بالتليفيكاسيون، التليفيكاسيون تاعها تقول لك راهي سي بون. كملت السيكل دو لافاج نتاعها. كيف كيف زاد نجمو نعملو تيليشارجمون نتاع لي بروغرام، اي بروغرام حاجتنا بيه ما لقيناهوش بري انستالي، وزاد نجمو نعملو دياغنوستيك للافيسيل نتاعنا. انت حكيت على البروغرام، يظهر لي فما ديجا 9 بروغرام انستالي فيها. 9 بروغرام فيها لافيسيل نتاعنا، وعندنا فيها زاد لي راك نتاعها اجوستابل، معناها في صورة ما باش نحطو معون عالي اللوطا نجمو نطلعو، في صورة ما نحطوه الفوق نهبطو الراك الفوقانية، معناها اجوستابل. اي معناتها نطلع وتهبط. اي ولي دون نتاعها بليابل، معناها باش نحطو معون عالي ولا معون رزين بخلاف لصحنا ولا حاجة على دوام ما يتعوجولناش، ومعناها ويوليو انكليني نجمو نتحكمو فيهم. نجمو نحطو احجام المعون اللي عندنا الكل من الصغير للكبير. للكبير اي. اقعدوا تابعونا الجمعة الجاية ان شاء الله باش كنا نحكيو على لي برودوي ال جي، ناس القناة، ناس الروبريك، اي سورتو ناس الانيماتور. باي باي. دونك هذه كانت فقرة ال جي امضاء نزار النيفر، وقايد باش نحكيو مع مدام هدى بن عثمان اللي تعطينا ديزاستيوس كيفاش نسمانو للناس اللي عندها مشكلة بالحق نتاع معناتها نقول احنا يحس روحو ياسر ضعيف مقارنة ممكن بعمره ولا بطوله ولا حتى بالعباد اللي بحذاه، ساعات حتى اخواته يقول لك هذاك اضعف واحد في العائلة، علاش بورتون يحب يعمل برشا حاجات وما يسمانش. صحيح. انا اليوم بالذات باش نحكي على مكمل غذائي اللي هو تابع لابوغاتوار كوالفي، هي لابوغاتوار تونسية. أي. دونك هي معروفة بالفيتوثيرابي بالمكملات الغذائية، وخاصة سورتو هي اللي كونترولي ريغوليرمون من عند لي زورغانيزم اكريديتي. دونك احنا اخترنا سبيسيالمون موضوع باش يكون الكور بلوس اكسترا اللي هو مكمل غذائي يعاون على زيادة الشهية، تحفيز الشهية. كي نقولوا تحفيز الشهية معناها نقولوا باش نولي ناكل أكثر، دونك باش نزيد في الميزان. دونك موضوعنا لهنا العباد اللي عندهم نقص في الميزان. وهذه حاجة مهمة كما قلت أنت، نقارنوا ساعات لكن لازم نعرفوا شنو هو السبب. الأسباب نتاع علاش عندنا نقص في الميزان. السبب الأولاني نجم يكون وراثي. كما قلت يقول لك أنا عندي ضعف كيما امي كيما بابا خالتي عمتي، معناه يلاحظوا اللي فما طابع جيني لهنا في النقص. النقطه الثانيه فما امراض زاده تؤدي لحالات الضعف، مثلا الغده، فما زاده مشاكل في الجهاز الهضمي، الكونسير عافينا وعافيكم الله، زاده نجم كل نوع نتاع امراض اللي كيما الديبرسيون مثلا تعمل شوت، مثلا حتى تنقص الشهيه وتعمل شوت دو بوا. والنقطه الثالثه اللي هي ساعات انت تغزر روحك للمرايه بالضبط
وتقول انا ناقص في الميزان نحب نزيد. اون جينيرال هذيا سوء تغذيه، قله تغذيه، دونك هذوما الاسباب الرئيسيه. نجمش تدلل عليك مدام وتقول لي الفرق بين هذا ضعيف وهذا ضعيف برشا كما بالفرنسي مانس والا ماكر؟ الو لا افكتيفمون هما العباد اللي هذوما توا اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا ويقول لك انا ناقص، دونك هو الفو كونسلتي ديجا، الفو فيغ ان دياغنوستيك باش تفهم روحك اسكو انت عندك الحاله من الحالات هذوما، ويلزمنا نعالجوهم باش نجموا يجيوني هما هذوما انا كاخصائي التغذيه نعمل لهم امبيدونس ميتري. الامبيدونس ميتري هي طريقه باش نعرفوا اسكو عنده نقص نتاع عضلات، عنده نقص نتاع دهنيات. ساعات كي تسمع تقول عندي نقص في الدهنيات يقول لك لا انا ما نحبش نزيد الدهنيات، انا ما نحبش نسمن، معناها نحب نزيد، لكن راهو الدهنيات زاده التو يلزم يكون دون لي نورم، معناها حاجه عاديه انه باش يكون عندك دهنيات في الجسم نتاعك. لكن انت قلت ساعات عبد يحب يشوف روحه وحده من غير ما يمشي الاخصائي، معناها به هو تو سامبلومون ثم قاعده نجمو نحسبوا بها ميزان على الطول في الطول بوا سور تايو كاري. اذا لقيت انت روحك اقل من 18 ونص يعتبر هنا ضعف مرضي. دونك هنا حاله مرضيه، دونك خاطر يلفو تريتي، معناها ما تنجمش تسكت على روحك. اذا اكثر وقتها نقولوا ضعيف، اما ينجم يملي روحه يحب يزيد شويه في الميزان نقولوا احنا. به اول حاجه يقول لك توا هو عرف روحه ضعيف وشنو المشكله، يقول له كول انزل على الماكله كول. راهو كلمه صعيبه شويه عليه الشخص هذا، راهو العبيد اللي عندهم ضعف راهو حاله مرض، معناها الانسان هذي كي تقول له كول انت سهله بالنسبه ليك، لكن هو اول حاجه الشهيه ما عندوش، ثاني حاجه المعده نتاعو صغيره نقولوا احنا مسكره، دونك وقت ياكل يشبع فيسع، وساعات كي تغصب عليه يقول نحس في روحي نحب نرجع ما نجمش. والحالات نتاع الضعف هذوما في اغلب الاوقات عباد تبدا تحسه شايح، وجهه تاعب فاشل، ما عندوش روندمون، ما عندوش انرجي، دونك لهنا نحكيو على مرض. هنا كي نقولوا احنا ما عندوش شهيه، انا كاخصائي التغذيه باش نعطيه الحميه يلزمني نعطي كود بوس، يلزم ان بوستور. البوستور هذا هو المكمل الغذائي الكور بلوس اكسترا اللي هو انا نعتمد عليه في الخدمه نتاعي باش نجم يعطيني اول حاجه يقوي الشهيه بطريقه صحيه متوازنه اي سورتو دورابل. دونك انا باش نعطيه المكمل الغذائي يقول لك انا خذيته وليت نجوع، دونك باش نولي ناكل سيستيماتيكمون. دونك يقول لك خذ كول بسكوي جاتو جيزوز حاسيلو اللي تحب انت، الفايده انزل على السكر باش تزيد في الميزان. بيان سور المعلومه هذه صحيحه، احنا كي ناكلوا برشا سكر طاقته عاليه ونزيدوا في الميزان. لكن انا نحب نقول لك فاطمه باش نوضح الحكايه هذه مهمه برشا، راهو لهنا باش نقول لك لا مالغري كو انت باش تولي عندك شهيه، راهو ما نجمش ناكل الماكلات اللي انا قلت عليهم توا الباز نتاعهم اللي هو السكر الابيض تو سامبلومون على خاطر باش يعطي مفعول سلبي للكور بلوس اكسترا. خاطر الكور بلوس اكسترا هذا المكمل الغذائي هو المكونات نتاعو الطبيعيه ويعطينا املاح ومعادن وفيتامينات اللي باش يقويو الجسم نتاعنا باش يرجع لنا الشهيه. دونك كي تاكل انت برشا السكر الابيض والماكله هذه معناها دونك ينقص من الاسيميلاسيون نتاع الاملاح هذه. دونك يولي ما يعطيكش المفعول نتاع الشهيه. هذيك علاش مهم باش تكون الماكله تكون متوازنه، نقولوا انك يبدا حاجه فيها السكر لازم تكون السورس نتاعها مثلا غله، عسل، دقله، ناخذ مثلا شو اسمه الغله الشيحه، الزبيب، الشريحه، الدقله، نعمل كوكتيل مثلا نتاع حليب باغ اكزومبل نحط فيها من عشان جلجلين، شوفان، فاكيا ولا ان جو فري، نزيد فيه مثلا بذور الكتان، الشيا، نحاول باش تكون البروتيين موجودين في الوجبات نتاعي اللي موجوده، نقول لحم، حوت، دجاج، عظم، الفايده تقسم الوجبات نتاعك ثلاثه وجبات. ثلاثة لومجيت خاطر هو يبدا المعدة نتاعو صغيرة، دونك ماذا بيك تقسمهم الوجبات هذوما وتعمل لمجة قبل ما ترقد. دونك يلزم الماكلة تكون متوازنة باش كور بلوس اكسترا اللي هو يقوي في الشهية تكون معاه ماكلة متوازنة باش نجم يقعد الشهية نتاعي تكون طريقة صحيحة وسورتو دورابل كما قلنا. كيفاش نجمو نستعملوها احنا الكور بلوس؟ باهي الكور بلوس اكسترا هذايا سامبلومون دو جيلول معناها زوز حرابش في الصباح مع كويس ماء ونقطة مهمة برشا، احنا الهدف انه باش يزيد في الشهية، لكن لازم تفهموا اللي المفعول نتاعو فما عباد باش تشربوا نهارتها باش يحس روحه اخر النهار الشهية قويت، وفما عباد باش يلاحظوا اللي الرياكسيون ما تكونش تو سويت.
علاش؟ انها تكون بعد ايامات كما تكون بعد اسبوع، على خاطر احنا حاله الضعف تفرق من شخص الى اخر، معناها قد ما تكون حاله الضعف كبيره قد ما يكون الاملاح والمعادن والفيتامينات في الجسم نتاعك ناقصه. دونك انت باش تقعد تواصل تشربه باش تنجم تحفز الشهيه نتاعك، خاطر هو باش يعطيك الاملاح هذوما اللي الجسم حاجته بهم باش ينجم يتفاعل مع الجسم نتاعك. دونك هذاك علاش ماذا بينا نقعدوا نواصلوا في الاستهلاك نتاعو حتى لين نلاحظوا الفرق اللي هي الشهية أقويت. الشهية كي تقوى مدام معناتها توصلنا للميزان اللي حاجتنا به، والا تقعد ديما هكا محلوله، قصدي معناتها قد ما ناخذ من الكوخ بلوس اكسترا الشهية تقعد محلوله ومن بعد نجم نكون سافا من غير ما نولي عندي سمنه معناها والا. فوالا افكتيفمون هو احنا باش نبداو واضحين راهو العباد اللي تسعى انها باش تزيد في الميزان باش يقعد يواصل انه ياخذ الكوخ بلوس اكسترا باش يحفز له الشهية في المده اللي يخلط للميزان اللي يحب عليه بيان سور. لكن لهنا اونتخ تون فما كومبورتمون جديد، كومبورتمون اليمونتير، معناها تصرفاتك مع الماكله باش تقوم بطريقه جديده، معناها انت حليت الشهيه نتاعك هذه الحاجه الاولى، لكن المعده باش تولي تقبل اكثر، دونك باش تتفاعل اكثر انت مع الماكله، ما عادش باش يولي عندك القلقك اللي ما عادش نقولوا لنا تاكل وتتقلق ولا تحب ترجع ولا الكميه تغلبك احنا نقولوا احنا، دونك باش يولي عندك كومبورتمون سليم بما انك اخترت الطريقه السليمه حتى في الحميه، دونك سي امبورتون. لكن باش نوصلوا للسمنه حاجه صعيبه فاطمه، على خاطر هو راهو مرض السمن مرض الضعف راهو ديجا عنده عمليه الحرق عاليه برشا، معناها ماهيش حاجه كيما تتخيل انت تاكل تسمن، معناها احنا يحفز ويبدا هو يتفاعل مع الجسم نتاعو حتى لين يخلط، دونك مش باش يولي كان هو يضعف معناها فاسيلمون، دونك باش يولي يسمن فاسيلمون. معناها باش نفسروا للناس يقول لك باش ناكل ومن بعد نتحل، هذا هو. لا لا هنا نحكيو على مرض الضعف. ديما ليزادوليسون معناها ولا حتى صغيرة ما عرفش من هو عمر نبداو ناخذوا بيان سور. هو المكمل الغذائي هذا كور بلوس اكسترا يبدا الاج دو 18 ans 18 ما نصح به للناس الكل، لكن المرأة الحامل والمرأة المرضع ماذا بها تسأل بيان سور الطبيب نتاعها. فهمتك صغيرات ليه معناها لا مش مازلنا هو في ثنية فما هذا هو قدرة ربي برنامج لوليدات الصغار. آخر سؤال كان تسمح مدام، كيف نحب ناخذ كور بلوس اكسترا ديما نرجع نوتريسيونيست وإلا نجم ناخذوا وحدي كما أنت قلت دو جيلول باغ جور وكاها؟ احنا تو سامبلومون اذا انت عملت البوا سور تايو كاري احنا الفورمول اللي قلنا عليها ولاحظت اللي هو ضعف ضعف حاد معناها اقل من 18.5 دونك انت في حاله مرضيه من المستحسن تتجه، على خاطر قلنا لازمك تعرف السبب قبل خاطر كان يكون سبب مرض دونك لهنا اون دوا تريتي المرض هذيك باش تنجم انت كي تاخذ تريتمون تاعك الجسم يتفاعل. نعطي اكزامبل مثلا كيما قلنا مثلا عبد عنده مثلا مرض الغده دونك يولي بخيل الجسم يولي نقولوا احنا يحرق اكثر من العادي دونك يضعف، هنا يلزمني نمشي طبيب الغده يلزم التريتمون نتاعك يلزم تتعدل الغده باش تنجم انت من بعد نقولوا احنا ترجع للعادي نتاع الجسم نتاعك وقت اللي باش تستعمله، دونك دو بريفيرونس يكون قولينا ان دياغنوستيك ميديكال معناها. فهمتك، كيفاش نجموا تحصلوا عليه الكور بلوس اكسترا؟ دونك كور بلوس اكسترا موجود هو في الصيدليات، في الصيدليات الشبه طبيه وكيف كيف زاده ليفغيزون ادوميسيل. تليفونهم 24-131-411 والا 56-019-572. ميرسي بوكو مدام هدى بن عثمان على المعلومات هذه كل. خلينا نرجعوا بحذا الشيف سام. ميرسي فاطمه. نوصلوا توا للسلايطه نتاعنا باش نبدا بالجو بطبيعه بيور جوس اللي عملت الماريناد نتاع الدجاج نتاعي اللي من بعد باش نحطه فوق السلايطه نتاعي، دونك حطيت بيور جوس اخترت اليوم اللي هو بالفرومبواز والسيترون جون اللي فوحت به الدجاج نتاعي وخليته نجمو نخليه نصيف ساعه كيما نجمو نبيتوه قبل بنهار، وزدت شويه ملح ومن بعد باش نشويه بطبيعه على البواله نتاعي باش نزيد به السلايطه نتاعي اللي هي الباز نتاعها كيما تشوفوا ليتو، باش نزيد شويه جلبانه اللي صمتها معها هي سفناريه بطبيعه شويه مايس شوية ملح وفلفل أكحل وبالطبيعة جبن مرياح اخترناه اليوم جودا من عند مرياح اللي باش نزيدوه في السلطة متاعنا. كما نعرفوا فاطمة بيور جوس معناتها عنده جام كبيرة ياسر، فما أكثر من 50 برودوي
نلقاوه 100% طبيعي، ما نلقاوش فيه اديتيف، ما نلقاوش فيه كولورون ني كونسيرفاتور. دونك اكثر من 50 نوع كما قال الشيف سامي. كما تشوفوا في يدينا ميزانفيتي، كل واحده اللي عندها نوع من الانواع. هيفا شنو اخذيت انت؟ اخذيت فريز فرامبواز. اي مدامها هدى سيترونات بونت سون سكر. سون سكر تنحكيو عليه حكايه سون سكر مدام. انا في الثومه فما حاجه عجبتني برشا، الديناصور الصغير هذاك. بالحق علاش؟ ليه سي فري؟ خاطر باش نحبوا صغارنا في الحاجه الفريشكه الناتوري. هذيك الفورما عاملينها للصغيرات اللي باش يزوا معاهم غوتي. دونك ينجموا يصيروا. كي راها تعجبو يقول يا نحب الحاجه اللي فيها الديناصور، اللي حلو برشا هذا. صح نسرين. انا خذيت اورانج مينيون ديجا مكتوب عليها مينيون اون بليس سون سكر، وانا لازمني حاجه سون سكر. دونك اي وي لي سون سكر اللي نحكيو فيه راهو اي جو من لي جو اللي موجودين عند بيور جوس راهو تنجم تكمديه سون سكر يوصلك لوين انت موجود. دونك نعاود نذكركم عندهم لي كلاسيك، فما سيترونات لي فريز الكيوي بانان، عندهم لي زاغروم كيما نلقاو، عندهم حاجات اوريجينو دونك كيما الغوياف المونغ الكيوي افوكا والاناناس وبرشا حاجات. كيفاش نجموا نتصلوا بالبيور جوس؟ نجموا ندخلوا على باج فيسبوك والانستغرام بيور جوس بلوتو تي ان، هكا لاصقه بعضها في الانستغرام والفيسبوك، والا السيت ويب www.purejuice.tn، والا تطلبوهم على لي دو بوان دفونت نتاعهم اللي نلقاهم في المرسى وفي النصر واحد. بالنسبه للمرسى 29 755 655، والا في النصر واحد 29 066 006 بلوتو 68. دونك نعاودها نتاع النصر واحد 29 006 668، وتتمتعوا بالبنه نتاع بيور جوس اللي مازال يظهر الشيف عنده ما يعمل بهم هكا ولا بالطبيعه. كما قلنا احنا تو باش نزيدوا الجبن وباش نخلطوا السلايطه نتاعنا الكل، وبزاده ماناش باش نفوحوها بالسيترون، باش نزيدوا نفوحوها بفرد جو اللي فوحت به الدجاج. دونك بالحق يعطي جو بنين برشا، ونحاولوا كل مره نقولوا احنا استنسنا كان بالسيترون كهو في السلايط نتاعنا، راهو نجموا نحطوا بالحق اي جو اخر. وكما شفتوا الجام كبيره ياسر، كل مره نحاولوا نجربوا مع بعضنا حاجه جديده. يعطيك الصحه شيف، خلينا نخرجوا فاصل ومن بعد نرجع.
زيدة سير وفرت لكم كل ما تستحقوه باش تسهل عليكم الخدمة في دياركم. باش تتعرفوا على جودة خدماتنا زوروا الشوروم متاعنا في المنزه واحد وإلا الحمامات. تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك سير أو عبر الهاتف 72-317-616 72-317-616. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حذرناه سلا سلا، محذر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة، غني بالأوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ ممتازة بنينة رائعة حلوة بس حارة والله بس عدها قوية طبعا ميسي يا لك الله حارة تحب تزيد زيد هذه تفيد حتى على لشان الجو نفس النوبة استقدمه ثانكيو حسن الى احسن بالنسبه لبيرتا عهدت وفات كانوا باب الجنه تحل قدامي ذكرت هكا راجلي وصغاري واهلي واحبابي واصدقائي وكلهم كانوا مكة دايرين بسم الله والله اكبر نور المكان كامل نور هو باب العرس صدقني معناتها شيء قشعر للبدن بدا نغزو وفعلا صحيح يقول يا ربي ان شاء الله في العوده تتلاشى الحيرة في غسيل الملابس الآن غسالة إلجي جديدة فيفاتشي تتميز بذكاء عالي جداً بتقنية AIDD في اختيارها لك نمط الغسيل الأنسب عناية فائقة الجودة وإزالة من مسببات الحساسية بنسبة لا تضاهي حيث تستطيع التمييز بين 20,000 نوع من القماش ويصبح لديك أفضل غسيل للملابس بالنظام الأنسب وتقنية عالية LG Life is good. يا مريتي يا دلولة ما كتحب في المبل تكون انتي لولة هاوتر مبل في المواد المبل كل عادة مدلتنا وبالأسوام والتخفيضات مهبلتنا في انتر مبل الأسوام والمدلات تكذب العين مرات
الجمال الطبيعي حاجة نلوجو عليها الناس الكل، وكي نقولوا جمال طبيعي ما نجمو نقولوا كان بموج الطبيعي. بخبرة سنين في مجال الكوسميتيك بيو ومع خبيرة الأعشاب منيا غزيل، بموج توفر لكم دي برودوي 100% ناتوريل، وطبعا كي نقولوا 100% ناتوريل نقولوا بي اش نوتر سان بارابين اي سان كونسيرفاتور. منتوجات مستخرجه من اجود انواع الزيوت والاعشاب النادره والطبيعيه، مصنوعين بجوده وحرفيه عاليه ومحفوظين في افضل الظروف باش تراعي الصحه والسلامه. بما تعطيكم الحلول السحريه والطبيعيه، زوروهم في دو بوان دو فونت في تونس العاصمه، المنزه الخامس نهج الخلفاء الراشدين، وفي سوسه سهلول شارع ياسر عرفات اقامه ملكه.